أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. دايما الخوف من المجهول والقلق على المستقبل طبع كل انسان، اصلك مش عارف تفاصيل بكره ولا عندك علم بالغيب والزمان. ربنا طبطب على قلوبنا وقال لك سلم امرك للرحمن، ريح قلبك وخفف قلقك وخليك معاها تكون على طول في امان. اذكر ربك هيكبر كسرك ويطمن قلبك، اصل القلب بذكر الله عايش معنى الاطمئنان. يا ترى ازاي نطمن قلوبنا بذكر الله ونسلم كل امرنا ليه؟ تفاصيل مهمه هنقولها النهارده ان شاء الله مع فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. مقصود بالذكر هنا ايه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في البداية بنقول للكل اطمن اطمن، لأن معاك ربنا ونعم بالله، ربنا القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اطمن لان معاك ربنا القائل والله غالب على امره. اطمن لان معاك ربنا القائل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اطمن علشان ربنا ادالك واذن لك بذكره. قال الله عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمن، فالكل مبتلى والكل مصاب. من منا لم يمرض له حبيب؟ من منا لم يمت له قريب؟ من منا لم يخفق له عمل؟ من منا لم يضع له أمل؟ إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفو من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جزوة نار. اطمن، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاطمئنان، وكانت رحلته من أجل أن يبعث فينا الاطمئنان. اطمن فمعك القرآن. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اطمن، ده القرآن بيقول لك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور من القلق، شفاء لما في الصدور من التوتر، شفاء لما في الصدور من الحقد، شفاء لما في الصدور من الحسد، شفاء لما في الصدور من الخوف، شفاء لما في الصدور من الحزن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اطمن، كله هيعدي وكل مر سيمر، ما على الدنيا مقر. اطمن وبشر، بشر المهموم بفرج قريب، بشر المنكوب بلطف إلهي خفي. إذا رأيت الصحراء تمتد فاعلم أن وراءها حدائق خضراء، إذا رأيت الحبل يشتد فاعلم أنه سوف ينقطع. اطمن، خلف الغمام بدر. اطمن، بعد الظلام فجر. الله، اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا ونعم بالله. نعم. طيب ناخد ام مصطفى. ام مصطفى اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه لمي؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. عامله ايه وفضلت الشيخ عامل ايه؟ سلم الله يسلمك. اهلا وسهلا. يعني والله بنحبك قوي يا فضيله الشيخ. يا رب يبارك في عمرك. والله حتى عندي عيله صغيره كده عندها 5 سنين، كل يوم تقول لي
هو الشيخ رمضان اللي جاي النهارده هو يا حبيبي. يا حبيبي سلمي لي عليه. ربنا لك يا رب. الله يخليك. ولا الشيخ رمضان بيسلم عليك. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. انا يا فضيله الشيخ عندي انا كنت كلمتكم مره قبل كده قلت لكم ان انا معايا 7 بنات ولا ومعايا بنت اليمن زاويه الهمن دي. فانا بقى متجوزه 5 بنات. فهي فيهم بنت جوزها بره في الامارات بره. تمام. فانا حصل مشكله بينها وبين حماتها وعمتها هنا. وروحوا وصلوا كلام غلط. فما جه عرف الحقيقه شتم اخته وقام رمى عليها اليمين في التليفون طلق الراجل. طالق بالتاسع ويمين ملوش ربه. فهو الوقت بقى له 2 سنين ما اتكلمهاش خالص، ما كانش يتكلمها ولا في تواصل بينها. فهو رجع تاني قال لها انا عرفت الحقيقه وانا غلطان وكده وكلميني والحلفان في التليفون ما بينفعش. فهي ماشي يعني كلمته تاني يعني ايه يعني ان هو يطمن عليهم وخلاص في التليفون لمده 1.5 شهر كده. ورجع قلب عليها تاني وخاصمها وقاطعها تاني الوقت. فهي الوقت اليمين دي ينفع وينفع ان هي تكلمه تاني حتى لو قال لها كلامك تاني او نزل او كده ينفع ان هي تعاشره؟ هو طلقها في التليفون قال لها انت طالق بالثلاثه. 3 مرات وقال لها يمين ملوش ربه. تمام. فهو بقى رجع تاني يقول لها الحلفان في التليفون ما بينفعش. بعد سنتين. بعد سنتين كان مقاطعها خالص ما فيش تواصل بينهم. بس ما فيش ورقه من مأذون تقول ان هو مطلقها. لا ده هو كان في التليفون كده وخلاص. طب وخلال السنتين دول هم كانوا فين؟ سنتين ساكتين. ما هي بقى هو كان يجي يتصل على تليفون اخته يطمن على الاولاد وهي قاعده قالت لك انا مش هسيب عيالي واطلع، اما يبقى يجي اسلمه عياله واطلع. هو مسافر بره مصر؟ عايش بره. ايوه في الامارات. تمام. فهو رجع يقول لها لا ده انا كنت من زمان والحلفان في التليفون ما ينفعش وكده. بعد سنتين؟ بعد سنتين. وكلمته 1.5 شهر ورجع تاني خاصمها تاني. ولما كلمها ما نزلش؟ لا لسه ما نزلش لدلوقتي. فهو يعني الحسانه دي ينفع ماشي او لو اتصل عليها كان ينفع الناس. هو قال لها عليا الطلاق ولا قال لها انت طالق؟ انت طالق بالثلاثة. طالق بالثلاثة 3 مرات ده كررهم 3 مرات ورا بعض وقال يمين ملوش ردة. تمام. طيب تابعينا يا ام مصطفى. اتفضل يا فضيلة الشيخ. والله مسألة الطلاق وما عليه الأزهر الشريف وما عليه دار الإفتاء إنه أنت طالق إذا صدرت من الإنسان في مجلس واحد وهو يقصد إيقاع الطلاق مرة واثنين وثلاثة تقع تلقة واحدة تحسب واحدة. طب عد عليهم 2 سنين الطلاق ده كان الأول رجعي، بعد 3 شهور بقى طلاق بائن، هل ينفع يرجع لها؟ ينفع يرجع لها بس يتفقوا على انه ما يحافظوا على البيت. تمام. وعادي ان هي تكلمه تاني لكن هي حاليا مش على ذمته. اي طبعا هي مطلقه. هي مطلقه. نعم. تمام. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ نرجع تاني لذكر ربنا سبحانه وتعالى، هل قراءة القرآن الكريم؟ هل التسبيح؟ هل الصلاة؟ هل الدعاء؟ يلا نقول رباعية الطمأنينة. اتفضل. رباعية الطمأنينة 4 أشياء تجلب للسكينة والطمأنينة. نعد. 1 الذكر، ذكر الله عز وجل. 2 الرضا. 3 الخيرة فيما اختاره الله. الله. 4 الدعاء. تاني. نقول تاني. اسمها رباعية الطمأنينة. عايز تطمن خذ بأسباب الطمأنينة واقطع أسباب القلق والخوف والوساوس وافعل هذه 4. 1 الذكر. 2 الرضا. 3 الخيرة فيما اختاره الله. 4 الدعاء. نشرح. الذكر يا أستاذة لمياء
يطلق على ذكر القلب واللسان والجوارح، سواء كان تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تلاوة قرآن. ده مصطلح الذكر. ومصطلح الذكر لو فاكر حضرتك قلنا إنه ثلاثي الأبعاد، ذرى نطق وهذا عمل اللسان، ذكر تذكر ضد النسيان وده العقل وهذا عمل العقل، ذكر من الذكريات والشجن يعني أحس بقلبه وهذا عمل القلب. فذكر الله ثلاثي الأبعاد، ينطق اللسان، يفكر العقل، يوقن القلب. استغفر الله، نطق لساني، تذكرت بعقلي بعض ذنوبي، أيقن قلبي قائلا سامحني يا رب. الله، دي بقى اسمه ثلاثية ذكر الله عز وجل. معاك تليفون، ناخد التليفون والكاميرا. أم حبيبة، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذه لميا؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ انا بموت فيكي. ربنا يخليكي يا رب. بحبك جدا. ربنا يبارك لك. بحب الشيخ رمضان، او كل يوم قاعده مستنيه الحلقه بتاعت حضرتك. يعني لما النور كان بيقطع كنت بعيط كده ان انا ما شفتش. يا حبيبتي نورتينا. ربنا يخليك يا رب. وازاي الشيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، ربنا يكبر خاطرك. ربنا يخليك يا شيخ رمضان، انت والله العظيم عملت فينا حاجات كويسه كتير قوي. الحمد لله. الله يسعدك. الحمد لله. احنا زي لما كنا في ضلمه وطلعنا في نور كده لما بعدت عننا. الله يرضيك. الحمد لله يا رب. ربنا يرضيك. الكلام ده بيتقال كتير قوي على فكره. والله ساتر من الله. احنا مسؤولين. احنا ما كناش نعرف حاجه عن الصلاه، ما كناش نعرف حاجه عن الصدقه، ما كنا كل دوت انا اتعلمته من حضرتك والله العظيم. انا لو طول ابوس ايدك هبوسها. روحي ربنا يرضيكي. والله العظيم. بس انا حضرتك انا عندي سؤال كنت عايزه اقوله لحضرتك. اوامر. انا جوزي كويس جدا معايا وشناين، والحمد لله انا عندي اولاد وعندي ابني وبنتي متجوزين وكلنا تمام الحمد لله. بس انا بقالي فتره كده اسبوع داخل عليا زي خوف كده وقلق، ان انا دايما افكر في حاجات ما بتحصلش يعني، بس دايما دماغي رايحه لها. ان انا مثلا جوزي نزل الشغل، لا ده انا ايه ده لما ارن عليه مشغول، ايه يا ترى بيكلم مين؟ ده انا خايفه، ده انا كده على طول. بتشكي فيه ولا خايفه عليه؟ لا انا خايفه عليه، انا راجل، هو الصراحه راجل محترم جدا. ما هو اصل بيكلم مين دي شك. لا لكن أنا حصل له ايه دي ده قلق وخوف. انا ببقى خايفه دايما ان هو يعني ايه، ان هو يعرف حد عليا دايما. بقالي اسبوع عقلي موديني بكده، ما اعرفش ليه، ايه اللي خلاني افكر في كده مع اني ما بيعملش حاجه وحشه خالص. تاني حاجه دايما حاسه ان ابني مثلا الله اكبر ان حد هيجي يقول لي صلوا حاجه. ساتر يا رب. على طول خايفه عليه، على طول خايفه عليه، عايزه اكلم الواد في الشغل على طول، قلبي قلقان على طول وخايفه. مش عارفه، مع ان الحمد لله والشكر لله يا رب، احنا بنصلي وبنعمل كل حاجه كويسه. انتي بقالك اسبوع بس كده؟ انا بقالي اسبوع بس كده. في اي حاجه حصلت حواليكي للناس اللي حواليكي، لحد قريب منك، لجيران، لقرايب، لاصحاب؟ لا، هو ما فيش حاجه حصلت من كل دوت، ما فيش اي حاجه حصلت. بس انا زي ما اكون يعني انا قاعده لوحدي كتير، لان انا عيالي متجوزين لما عايش حد، فالوقت بيقل عليا. بس الحمد لله كل وقت بقوم اصلي وكل حاجه وقاعده، بس تحس ان انا قاعده دماغي شغاله كده في تفكير حاجات ما بتحصلش. حتى يعني اتجهت قلت خلاص امسك المصحف واتوضى واقرا القران، اشغل تفكيري شويه، اذكر الله، فبفضل اعمل كل دوت برضه الفكره يعني بتيجي على دماغي تاني برضه. طيب حاضر، تابعينا يا ام حبيب. اتفضلي فضيله الشيخ. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هو ده بقى بالظبط، الوسواس الخناس، خلي بالكم منه، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من هو الوسواس الخناس؟ من الجنة والناس. فيه وسواس من الشياطين ومن القارين، وفيه وسواس من النفس والناس. لما صاحبتك تيجي رميالي كلمه في ودنك وتمشي، لا، خليكي ذكيه ونصحى. لما القرين يجي يوسوس في اذنك، تعوذي بالله وخليكي ذكيه، لانك ما عندكيش شيء يدل على شيء، انت في الامان. وزي ما بتقولي زوجك محترم، فيش ما يدعو لا لشك ولا لغيره، فتعوذي بالله من ذلك. نكمل.
عندنا فاصل لو قولها سريع. طيب أكسري من ذكر الله عز وجل، اتجهي إلى تلاوة القرآن الكريم، ضع إيدك على قلبك وقرأي آيات السكينة ستة من القرآن الكريم، ست آيات من السكينة، خلي عندك يقين بالله عز وجل، ما تخرجيش شكك ده مع زوجك، قولي دايما فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، رب العافية أحب إلي فعافي. طيب ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، الصدقة وأنا بقول إنها ممكن تكون نوع من أنواع ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن البني آدم لما بيتصدق هو مش عايز حاجة غير وجه الله. والله الله ينور عليك، يا فعلا أولا هي ذكر لله. ليه فعلا يعني؟ طبعا يا فندم الله ينور عليك، لأن أنا مش همد إيدي وأمسك فلوس تعبي وشقايا وعرقي وأرسلها إلى حد من أسيادنا الفقراء وأنا لا أعرفه إلا إذا ذكرت ربي. صحيح. لأنه كمان صدقة طاعة، وكل طاعة ذكر لله، لأن ذكر ربنا يا إما بالقلب تأملا وتفكرا، يا إما باللسان نطقا، يا إما بالجوارح عملا وطاعة، فكل طاعة لله ذكر، وكل امتناع عن معصية الله ذكر. فأنا مش همد إيدي وتصدق إلا وأنا أذكر ربي وأطمع فيما عنده وأخاف من غضبه، ومش وأنا أثناء أداء الصدقة، هذه طاعة وهذا ذكر لله. كمان الصدقة دليل على قوة الإيمان وصدق إيماني. ما يتسمت صدقة ليه؟ لأنها جاية من الصدق، فأنا صادق في إيماني بالله وصادق في تصديقي بموعود الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أخبرني إن الجنيه اللي هتنفقه في سبيل هيتردي لك أضعاف أضعاف، هيتردي لي كام يا فندم؟ أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة مالا وأضعاف مضاعفة بركة، ويرجع وجايب وراه الستر، وجايب معاه النصر، وجايب معاه الحفظ والصيانة لي ولولادي ومالي. يرجع الجنيه اللي بتصدق به وجايب معاه البركة، يروح ويرجع لي جايب معاه رضا ربنا. يعني أنا لو عملت ذنب، ده حاجة مهمة جدا وجديدة، أنا عملت ذنب وخايف من غضب ربنا وخايف لربنا يغضب علي، تمام؟ من أسباب رضا الله وذهاب غضب الله إن أنا أتصدق في سبيل الله. ده سيدي رسول الله اللي قال لي كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب. يعني الصدقة سبب في إن ربنا يغفر لي ذنبي، الصدقة سبب في إن ربنا يرضى علي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتصدق بصدقة مهما كانت قليلة أو فيما قال إلا أعطاه الله أربعة أشياء: ينزل الله البركة في ماله، يحببه إلى خلقه، يدفع عنه البلايا والعاهات، يجعل صدقته سترا بينه وبين النار، وظلا على رأسه يوم القيامة. يعني كل صدقة أنا بتصدق بها ربنا بينزل البركة في مالي، ويبارك في عيالي، ويبارك في صحتي، ويبارك في أهل بيتي. طيب كمان يدفع عني البلايا والعاهات أنا وولادي. حضرتك قلت مرة برضو ما فيش حد فينا ما بيغلطش، بني آدم لما يعمل لا قدر الله معصية أو أي شيء ممكن يكون بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، الصدقة تطفئ غضب ربنا سبحانه وتعالى في الحالات اللي زي دي. أيضا صحيح، من أسباب مغفرة الذنوب الصدقات، لأنه ربنا لما قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ولما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، من أعظم الإحسان الصدقات، تتصدق في سبيل الله سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر لك ذنوبك. ونروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
من الحاجات اللي جمعية البر والتقوى دايما بتكون حريصة عليها هي المساجد، بس النهاردة الحقيقة هم عملوا كمان موضوع مهم جدا وحلو جدا، وهو انه تعليم الأطفال وتحفظهم القرآن الكريم والدين الإسلامي والدروس الدينية اللي بتبقى مستمرة وشغالة طول الوقت داخل المساجد. هو ما شاء الله قوة إلا بالله، في مصر الحمد لله طفرة عظيمة جدا في الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى وشكلا ومضمونا، وتساهم في هذه الطفرة والاهتمام جمعية البر والتقوى بفضل الله عز وجل، عندها ملف المساجد كبناء وكتشطيب وتجهيز وفرش وإضاءة وإلى آخره، ملف قوي جدا. لما بيعمل مسجد بيعمل حاجة كويسة قوي بفضل الله، تليق إن هي بإذن الله تقدم لله رب العالمين. ملف كبير وعندهم خبرة فيه قوية قوي، بيخلي بالهم قوي قوي في بناء المساجد وتجهيزها، وأن يكون على أعلى مستوى على قدر ما آتاهم الله عز وجل. الحقيقة كل ما بشوف والله مسجد من المساجد اللي هم عاملينها بفرح جدا، حاجة مشرفة معمولة معمولة بشكل الحقيقة مشرف جدا جدا، حاجة طيبة جدا. أنا رحت كذا مسجد من المساجد اللي تشرفت جمعية البر والتقوى بأن تكون في خدمته، اتبسطت وفرحت من التجهيزات ومن البناء ومن التشطيب ومن الإضاءة ومن النجف الموجود، حاجة كده عظيمة جدا تليق أن احنا نقدمها لله عز وجل. من أعظم الصدقات الجارية بناء المساجد، من أعظم الصدقات الجارية، لأنه استثمار عظيم قوي. كل من صلى في هذا المكان، كل من سجد في هذا المكان، كل من ذكر الله في هذا المكان، كل من دعا في هذا المكان، كل من تلا القرآن في هذا المكان، كل من صلى فريضة أو نافلة في هذا المكان، كل من خاطب أو علم أو درس في هذا المكان، وفي ميزان حسنات كل من ساهم دون أن ينقص من أجورهم شيء، فالإنسان ينتقل إلى الله عز وجل، ينتقل إلى رحمة الله وحسناته جارية، لأنه ما أجمل فعلاً كأنه موجود في الدنيا لا وما بيعملش حاجة تغضب ربنا، أو موجود في كأنه موجود في الدنيا وبيعمل كل شيء عشان ينور رضا ربنا. أنت متخيلة ما عليك بعد يا رب يطيل أعمار الناس، هو انتقل إلى رحمة الله، قفل باب الذنوب والسيئات بإذن الله، وبقيت أبواب الحسنات مفتوحة. فتخيل حضرتك مدى تحويل الحسنات اللي عمالة تتحول له يوميا في ميزان حسناته، فلو أي تقصير يزول بإذن الله، ودرجاته عمالة تعلى في الجنة، فما أجمل هذا طبعا. فأعظم الصدقات الجارية بجد أنك تسهم في بناء بيت من بيوت الله عز وجل. صدقات بس، لكن مش الزكاة. ما ينفعش أزكي في بناء مساجد، الزكاة لا تخرج في بناء المساجد، إنما هي صدقات جارية، وصدقات مهما كانت قليلة. ما هو لو معاك وقادر وآتاك الله ابني لحالك مسجد كاملا، طب ما مش قادر شارك باللي تقدر عليه. بالضبط، شارك باللي تقدر عليه، ان شاء الله ابسط الامور، ان شاء الله اقل شيء، ان شاء الله تشارك بالنصيحة، ان شاء الله تشارك بطاقة نور وخير تدل الناس. يا جماعة خلي بالكم، جمعية البر والتقوى بتبني مسجد، فانت لو عايز تعمل صدقة جارية ليك او صدقة جارية لوالديك احياء او امواتا او لاولادك، المسجد ده كويس جدا، روح اتصدق فيه. أنا دليت الناس على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. صحيح. فأنا مش بقولك اعمل بس، أنا بقولك اعمل وعلم غيرك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما أجمل أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مفتاح خير، ما أجمل أن ربنا سبب. يجعلك سبب في الخير، حتى إن لم تفعل أجرت. صحيح. طيب نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. المزرعة من المبادرات المهمة جدا اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى المصرية، يمكن هي بتجمع حاجات كتير جدا، من ضمنها ان الأسر اللي كانت بلا عمل بقى ليها مصدر رزق من خلال المزرعة. مزرعة جمعية البر والتقوى مزرعة عملاقة بفضل الله عز وجل، مساحة أفدنة كبيرة، فيها مزروعات كثيرة جدا، إما مزروعات دائمة كالنخيل والزيتون، وإما مزروعات موسمية كالقمح وغير ذلك. أنا شفت ده ورحت فيها، ما شاء الله مكان لتربية الأسماك، فيها ما شاء الله أتوا بالمية ليها من مساحة كبيرة جدا جدا جدا،
عاملين لها اسوار منظمه ومربعات، ده بيتزرع في كذا وده بيتزرع في كذا وده، وما شاء الله فيها ايدي عامله كبيره بتعمل المنتج اللي بيطلع من المزرعه منه كتير بيروح لاسيادنا الفقراء لانه ده حقهم، وما تبقى يباع ويرد ثمنه اما لاصلاح المزرعه واما لاسيادنا الفقراء. عمل عظيم جدا جدا، مصرف كبير من مصارف الزكوات الجاريه والصدقات الجاريه والصدقات. عايز تعمل اللي انت عايز تعمله موجود، واعمل بنفسك لو حابب نخل مشاركه نقديه زي ما انت عايز، هم يوظفوها في المكان الصح اللي ممكن يكونوا محتاجينه. لفت نظري حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل، ونص على الفسيله على النخله. والنخله زي ما لو تلاحظ حضرتك بتاخد فتره حضانه عشان تثمر من 4 لـ5 سنوات، فكان ربنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يقول لنا اشتغل حتى ولو لم ترى ثمرة عملك، ما هو اللي قبلينا هتستمر. الله ينور عليك. كنا بنقول زرعوا لنأكل فنزرع ليأكل غيرنا، ازرع حتى ولو لم ترى ثمرة عملك، ازرع مهما كانت الظروف، ازرع مهما كانت الأحوال، عمر الأرض ومن تعمير الأرض المزرعة. أسأل الله أن يتقبل منا. أمين يا رب، أمين يا رب. نورتني يا فضيلة الشيخ بحضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.